تحيات حب وسلام على كل متابعي ومشاهدي قناة سامرة الفضائية. أكيد نقول لكم كل عام وأنتم بألف ألف خير بحلول عيد الأضحى المبارك. أكيد اليوم جولتنا حتكون مسابقتنا راح تكون في أحد المولات في العاصمة الحبيبة بغداد وهو مول بابلون. هدايانا مقدمة من كوزمتيك بيفان. طبعا هذا الكوزمتيك بيه شغلات كلش حلوة وماركة وأحجار وفضة وعطور وعلاجات طبية. وأكيد عندنا مكياج هم مقدم من إحدى الشركات في العاصمة الحبيبة بغداد شركة كاتريس. راح أشارككم اليوم في التصوير مصور مخرج أيسر وأكيد المصور الحباب الطيوب أبو غلا الغالي علي ساجد وعبد الله وأنا لكم بالتقديم خطاب القصاب. ابقوا وياي. مشاهدينا الكرام بدينا وياكم بأول فقرة من برنامج يرهم كلش وهي فقرة دار ودور. أكيد هدايانا حلوة ومستمرة ما حد حيخسر ويانا، الكرة حتفوز ويانا. خلينا نشوف عائلة أو شباب اللي حيشاركون ويانا في برنامج يرهم كلش ونقول لهم كل عام وأنتم بألف ألف خير. السلام عليكم، شلون الصحة؟ شو أخبار؟ الله يخليك. شلون أمورك؟ كل عام أنت بخير. وأنت بخير. صحة وعافية إن شاء الله. الله يسلمك. شلون منك؟ إن شاء الله. نعم؟ أنت ويامن. ويا الأهل. ويا الأهل. هسه يشترون يمكن يسعدون. أرد الأهل حتى أفوزكم، تعال. تعال 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 يمي تعال بنظر وياك زوجي لو لا تعال يم اخوك تعالي اطفالك هم الحلوين وهذول ادري جيبوهم تهيوهم شبيهم تعال زين باعوا على الكاميرا باعوا على الكاميرا اللي راح يجاوب اللي راح يجاوب على اسئله مالتنا حياخذ يا اما كوزمتك يا اما مكياج ماشي بعد قبل على المكياج طبعا شد دوره وانت غير المكياج ماشي. السؤال الاول من كم طابق تتالف الزقورات من كم طابق تتالف الزقورات تسعة تسعة ثلاثة 11 جواب نهائي 11 11 مصر على 3 وتجي تغير لا عادي مو مصر ها مو مصر عادي ما بي خيارات لا يعني وانت اخترت 11 وانت 9 وانت ايش قد يعني 3 6 ما متاكد ماكو شيء اسمه 3 6 لو 6 لو 3 لو 4 لو 5 5 جواب نهائي نهائي ثبت عليه ثبت تمام افتروا لي على الكاميرا شوف انت ثبت على 11 اي حلو ثبتني على 9 حلو ثبت على 5 ها هي ها هي لو بقي على 3 هواي احسن لك بابا 3 ماشي السؤال الثاني رياضيات شلونكم بيه؟ وسط في 6 من 130 في 6 غير سؤال هذا السؤال الثاني 130 في 6 2460 2460 اي نعم لا 611 يمكن 611 ايش قد قلت لي ايش قد في ايش قد 830 في 6 372 100 لو 100 6100 6100 6100 6072 هيك شيء 6000 وش قد؟ 72 اكيد اي اكيد حلو وانت 6600 جواب نهائي نهائي انزل من الماي ايش قد قلت لي؟ 6600 ايش قد قلت لي؟ 6072 شو تقولي؟
3720 قبل ايش قد؟ قلت لك 4000 دقيقة 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 هو ايش قد ايش قد؟ 3806 3000 و لا 4280 260 الله لما تحب تعايد والله عايد الاهل كلهم عايد العراقيين كلهم وعايدك ان شاء الله تهمك لا تولف خير الله يسلمك لما تحب تعايد والله عايد الشعب العراقي كله وهذا كل عام وانتم بخير تولف خير الله يديك الله الشعب العراقي كافه واهلي واخويا تولف خير جايات هوايه على الهدايا حياكم الله شكرا للمشاركه مالتكم كل عام وانتم بألف خير مشكورين حياكم الله حياكم الله مشاهدينا الكرام بعدنا مستمرين وياكم هدايانا مستمره ونقول لكم اربع دقائق بعدنا نروح هناك السلام عليكم شلون الصحه كل عام وانتم بخير علي يمي كل عام انت بخير انت بعد بخير صح وسلم معك الله شلونك حبيبي شو اخبارك الله يحفظك تابع قناه سامر شو متابع بيه والله شفت برنامج ذاك اليوم قبل فتره هاي ما شعر وهاي سوالف ما شعر ايه ما شعر 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 ايه ايه برنامج يبي شعر لا برنامجك كانت حلقه طالعه ما شعر وهاي سوالف ها من ضمن فقرات بس عندنا واحد من المصورين يقول له حتوقع بلي ليش اوقع بلي ليش؟ تقولها يعني افترع الكاميرا عليك اكيد تقول البلية ابقوا واقفين شنو هي البلية؟ ما ادري اتخيلك ما اعرف شنو هي؟ حلمت فيك مو خوش ايش حلم؟ بعدين حلمت فيك السوارة اخذتها من الغلا؟ اي اخذتها تمام كل عام وانتم بخير انت بخير شلون صح؟ الله يسلمك اسم بالخير؟ اسراء حياك الله الله يحييك حسن حسن السؤال الاول من كم طابق تتالف الزقورات ايه شنو هي الزقورات من كم طابق تتكون الزقورات خمسه ايه اعرف والله سهله سهله علينا بس سهله علينا بعطيكم سؤال ثاني؟ راح اعطيكم سؤال اوكي راح اعطيكم سؤال ثاني وراح اعطيكم سؤال ثالث سؤال 830 في 6 830 في 6 ما ادري اقف ما ادري سؤال الثالث سؤال الثالث 279 في 8 ليش يعني ضرب؟ انا ما ارد رياضيات قول لي اعطيناها اعطيناش ثلاث اسئله اي والثلاث اسئله خلصين يعطيك شنص؟ يعطيك هو فرصه اخيره؟ ممكن فرصه اخيره؟ يعطيها؟ اعطيها يا سؤال جمله سريعه 200 و230 ايش تقارن وش تبغى على ها زين لا قولي لي هاي الجمله هذا النمنم مو نمنمنا هذا النمنم من نمنمكم سبع مرات على السريع هذا النمنم مو نمنمنا هذا النمنم من نمنمكم 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 حياك 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 هاي هدية مقدمة زين تفضلي وهاي الهدية مقدمة من كاترس تفضلي كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله يا رب نعليكم بالصحة والسلامة الله يسلمك يا رب مبروك عليك الله يسلمك تاخذ لها مكياج لا لا هاي العيدية راحت هاي خلاص هاي الشهر اي هاي جيت 500 دولار حياك بعد اهلا وسهلا حبيبي
أودعناكم. حياش الله أختي، حياش الله. مشاهدينا الكرام، انتقل لكم الفقرة الثانية العفو من برنامج جرام كلش، وهي فقرة هو وهي. ابقوا وياي. مشاهدينا الكرام، بعدنا مستمرين وياكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والأجواء كلش حلوة. أكيد الكل راح تفوز ويانا، ما حد حيخسر. السلام عليكم. وين؟ طش هدية خالة، تعالي. تعال. السلام عليكم، شلون الصحة؟ كل عام وأنت بخير. بخير الله يخليك. صحة وعافية. الله يخليك. الله يخليك. إن شاء الله تفوزون ويانا بهدايا حلوة. وين الهدايا؟ تعال. خليني اقف بنصكم. شلونكم عني؟ شلون شفتي؟ الحمد لله. وانت بألف؟ صحة وعافية. صحة وسلامة. إذا جاوبت تاخذين عندنا هدايا مكياج. ماشي. ما هو الشيء الذي تسمعه ولا تراه، وإذا رأيته لا تسمعه؟ ما هو الشيء الذي تسمعه ولا تراه، وإذا رأيته لا تسمع؟ تشتغل. تشتغل تبريد. صيانة. كن الهواء. الهواء. الرياح. لا لا. لعبت كاميرا. ما أعرف. تعرفين؟ لا. ما تعرف؟ لا. شكرا. شكرا فيك. حياكم الله. تعالوا شباب. السلام عليكم، شلون صحة؟ كل عام تبخ. وانت بخير. نال عليك صحة. شو كسامة هاليود والفتش الجوا وين راح؟ سوين شو؟ تعال يمي. تعال أختي، تعال تعال تعالوا. هدية مكياج. بس تعال هنا. تعال. كل عام تبخ. شلون صحة؟ كل عام تبخ. تبألف خير. اسمك؟ تيني. كل عام تبخ. تبألف خير. اسمك؟ تبارك. طفوا الكهرباء. ماشي، عندنا سؤال. اوقف بنصكم. تعالي اختي. تمام. السؤال هو، ما هو الشيء الذي لا تسمعه ولا الذي تسمعه العفو ولا تراه، واذا رايته لا تسمع؟ الهوى. الهوى. الهوى يا صاحب الهوى. ما ادري. تدري شنو هو؟ شنو هو؟ الهوى. شنو عاد ايش السؤال تبين؟ الهوى. اي الهوى. ها هي. ما اعرفه. بياصل. ثاني متوسط. شو اسمك؟ تبارك. تبارك. يا طفله يا صغيره، ركزي وياي. شين سمعة؟ احنا سمعة فوق ولا نرى، تمام؟ وفنشين شوفه قدام، لانه كل شيء بايدينا ومبوع عليه هو يخوف. بس من سمعة شيء يخوف. ما هو فوق. فوق. انا اقول لك، انت بسطت لك الامور. فوق. عيد السؤال. اي حبيبي. ان سمعه ولا تراه. الغيم. شنو هو؟ الغيم. الجواب الغيم. يني هاي الغيم. الغيم. شو بدك تسوي لستون الجو؟ ان شاء الله الاسبوع الجاي. ايش سويت انت؟ والله 23 ورقه. بس الفوق؟ اي والله. زين ليش؟ هي هاي غاليه. شنو هذا؟ هي غاليه يعني. زارجون؟ اي زارجون. زارجون مو فرفوري. مو فرفوري زارجون. فرفوري؟ لا مو فرفوري. علاوي عندكم فرفوري بالبيت؟ لا. حياكم الله، مشكورين، تحياتي لكم، كل عام وانتم بخير. باي باي. يلا باي باي. حياكم الله، حياكم الله. مشاهدينا الكرام، بعدنا مستمرين وياكم. تعالوا خلينا نشوف عائلة وشباب. شو سو؟ يعني الكهرباء صارت كريسمس ما شاء الله، بس ايام حلوة، لأن هو بالعيد لازم تصير سعادات وهاي، فأكيد لازم تكون أجواء بها كريسمسية. ضوائية. وين؟ خلينا نشوف لنا عائلة. لا خلينا نشوف هنا شباب. الله. تعالوا. تعالوا. السلام عليكم.
داطش مكياج حتى تخلين الوجهك حتى تلبخون. لك شنو هاي؟ ما حد يريد مكياج. قام يستحن المكياج البنات. مين يخلي المكياج؟ تعال 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 تعال. ما ادري ليش يخافون الشباب. وين؟ على شلونك؟ تعال يمي. تعال. تعال. شو اسمك؟ حيدر. ابو كرار، شو اسمك؟ حسن. بس تعال يمي. مد ايديك هيك شيء. لمدها. صدق كذب. علوها شقد كم مترة هاي؟ ماشي. عندنا سؤال. إذا جاوبتوا عالية تفوزون، وإذا ما جاوبتوا تخسرون. ماشي؟ متفقين؟ يلا. ما هو الشيء الذي تسمعه ولا تراه؟ وإذا رأيته لا تسمعه؟ إذا سمعته ولا تراه؟ سمع ما تراه؟ وتراه ما سمعه؟ الهواء. شنو؟ الهواء. ما أدري. ما أدري. ما تدري؟ أكيد. أكيد. ما تحب تعايد؟ طبعاً أحب أعايد أهلي بالخاص. بس عاد جيم مكاني إيه؟ أهلي وأصدقائي طبعاً وكل العراقيين إن شاء الله. أيوة بعد. مقلقتني تغريت من المكان. أنا ما تحب تعايد؟ طبعاً أهلي وكل الأمة الإسلامية والحجاج طبعاً. والدتي طبعاً. الله يحفظك. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. حياكم الله. مشكورين. تعال علاوي. السلام عليكم. شلون؟ تعال حطيش هديه تحت فوزين بالمكياج. تعالي تعالي يا ستي. ما تريدين الهديه؟ لا شطيهم. مثل شطيهم جلطوني هذول الناس. تعال خلينا نشوف راح نفوز عاله. السلام عليكم. شلون؟ تعالي ما تجي. السلام عليكم. يعني ها شنو اللي يعني هيك ما افتهم وراها شكه. شو متغدية؟ زين. تعال حط هديه خذيها وروح. انا بدي اعطيك الهديه. اي اعطيك اياها. زين مو لازم تصوري. راح تفوزين بهديه مكياج. مكياج. تعالي ونشوف والله سهل ولا مو سهل. اشوف اسمك. كل عام وانتم بخير. بخير. شلون الصحة؟ أهلاً. شو أخبارك؟ اسم بالخير؟ وسم. وسم. طلع على الكاميرا. وسم. ركزوا وياي. الفقرة اسمها هو وهي. ماشي؟ راح أعطيك سؤال، هنا عندنا سؤال، وأعطيك السؤال الثاني وراح أعطيك الثالث. بعد شطيك. تمام. ما هو الطائر الذي يرى بأذنيه؟ الذي يرى بأذنيه؟ بومة؟ 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 ليش البومة لسانها وعيونها وين راح؟ وين وديتيها؟ قلت لك غششني؟ بعد الكاميرا؟ اوكي لا حطيج طائر. هسه بيش الساعة؟ والله خليني اشوف ساعتي. الساعة 7:59. يعني شنو دنيا مغرب لولي؟ ليل. وصل الجواب. ها؟ وين الجواب النص؟ الهدية وما يروح التقدم. هدية. طائر. ما هو الطائر الذي لا يرى؟ شنو هو؟ خباش. لا حطيتش الخيار. سبحان خفاش. هو خفاش هي طفت الكهرباء. قالت خفاش طفت الكهرباء. أنا قالت طائر أعرف ليش نسوي. وهاي هدية. مقدمة من كارثة تفضلي. هاي الهدية. حياك الله. ما تحبين تعايدي؟ أحب أعايد يعني كل العراقيين كل عام هم وضعوا الخير ويا رب الصحة والسلام للجميع المسلمين إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله. ربي يحفظك. تحيات. جزيلا. يعني ممنون عيوني أنت. الله يخليك لك. مشاهدينا الكرام انتقل لكم الفقرة الثالثة من برنامج يرهم كلش وهي فقرة الجواب قبل السؤال. أبو
مشاهدينا الكرام اكيد نقول لكم كل عام وانتم بألف ألف خير بحلو عيد الاضحى المبارك، ونقول لكم كل عام وانتم بخير. كل عام وانت بخير، ان شاء الله بخير وسلامه، الله يسلمك. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. وانتم بخير، وانتم ان شاء الله ان شاء الله عيد خير وبركه على العراق جميعا. وانتم مذيعة؟ يعني وين؟ بوزارة الشباب. طلعي لي اضاءة، سوي لي هيك ايديك. ادري هاي مذيعة لو قزح قزح بس اردفته بدو القلب. وزي دربنا سبغ الاظافر. كل عام وانتم بخير. انت بخير الله يسلمك. هم مذيعة؟ لا. شنو انت؟ اي لعبة منتخب. شنو؟ منتخب. بس نجي نشوف الموضوع المنتخب شنو هاي؟ ضابط اكيد يعني. اكيد. وين؟ سابق مو حالي. ليش اعتزلت الغرام؟ نعم اعتزلت الغرام. ليش اعتزلت؟ والله يعني وضع ما يساعد. وين شنو الضابط؟ بالجيش. تكتب؟ ملازم. شنو السبب اللي خلاك تعتزل؟ والله يعني هو سؤال محرج هذا. لكن الوضع ما يساعد، اكو فد اشخاص يعني داخل العمل ما يساعدوك بالعمل. ماكو تقدير. بالضبط. تمام، الضابط ماكو احترام. الضابط السابق انتهى راح. الهيبة راحت يعني. الله كريم، ما تشتغل. والله اعمال حرة. سلم. ماشي. نبدي بالسؤال، الفقرة اسمها الجواب قبل السؤال، أنا شو راح أعطيكم؟ السؤال الجواب قبل السؤال. مذيعة الجواب قبل السؤال، أحطيكم جواب صيغوا لي سؤال. مو لعبة المنتخب؟ مو مذيعتنا؟ مو سيدي؟ ماشي. أبرز الملوك البابليون، الملك السادس حامورابي حكم عام 1750 إلى عام 1792 قبل الميلاد، هذا جواب. صيغوا لي سؤال. من هو حاكم بابل قبل الميلاد؟ أنا اعطيتكم جواب، اعطوني سؤال. ملك في بابل اول اول ملك في بابل حكم بابل وتشريع القوانين. من هو ملك حمورابي؟ لا اني اي اكيد اكيد. ابرز الملوك البابليين يعني اللي اسسوا دوله مدينه بابل او دوله بابل. على علاوي الحجي من هنا شو تقولين؟ من هو ابرز؟ وطيش 10,000. هاك علاوي ما متعشي مو شباب؟ يلا الله بجيبك حبيبي بالعافيه. يلا قولي لي من هو ابرز الملوك في بابل الذي حكم منذ سنه شنو؟ قولي رامي. اوه نقول فتي. قولي رامي. رامي. ها؟ رامي. زين لاعبة منتخب وين انت؟ بولينج. بولينج. بولينج؟ جابك على البولينج، عمي تقعد تسوي بوتيتي، تسوي طماطه. شكلك مو شكلك مو مال بولينج. بعد مال شنو؟ من طلع بعد مال شنو؟ بولينج؟ سالتك ايش قد تلعبين هاي اللعبة؟ من 2007 لحد هسه؟ كم ميدالية اخذت؟ 4 ميداليات. يا ها؟ عربية. عربية؟ حتى واحدة ذهبية فضية برونزية. برونز. نري الذهب. إن شاء الله الذهب. حتنبيعه. ما ينباع. ليش؟ تمام. ركزوا وياي، أبرز الملوك البابليون، الملك السادس حامورابي حكم عام 1750 إلى عام 1792 قبل الميلاد. راح احفظها هنا، راح تجاوبوها لو نغير نعطيكم غير سؤال. اني ما ادري ايش ما غيركم السؤال مو احسن؟ لان الموضوع صعب. زين اكو جمله برا دائما يقولوها، شو اسمها؟ علاوي اكو جمله برا. أرى جمله برا، جمله بها كلها راءات. اعطوني بسرعة. ايش جابك علي؟ لوري ورا لوري 7 مرات على السريع. 5 لوري ورا لوري.
ليش يعني؟ عقوبة مو سؤال. تحياتي لكم، حياك الله حبيبي. ها لوري ورا لوري، 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 لوري ورا لوري. وجهك حمر. قولي لي فراش نفيسة نشف. فراش نفيسة خشب، فراش نفيسة خشب، فراش نفيسة خشب، فراش نفيسة خشب، فراش نفيسة خشب. قولي لي شجرة العقب انقب سبع مرات على السريع. شجرة العقب انقب. عقب انقب. شجرة العقب انقب. شجرة العقب. شجرة العقب. شجرة العقب انقب. ما اعرف. يلا 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 يلا. العقب انقب. ما اعرف. ها؟ شجرة العقب انقب. عقب انقب. عقب انقب. شجرة العقب انقل، شجرة العقب انقل، شجرة العقب انقل، شجرة العقب انقل، شجرة العقب انقل. طلابو زين، هسه من طل هدية اللي معكم. وهاي الهدية مقدمة من كوزمتيك بي فاين، خصم 30 دولار. من نعطيها؟ تستاهليها. حياكم الله وكل عام انتم بخير، ينعاد عليكم بالصحه والسلامه. المن تحبي تعادين؟ احب اعايد اهلي واصدقائي وكل كل من يحبنا. ان شاء الله تحبي تعايدين كل الشعب العراقي ان شاء الله بخير وسلامه، وانت طبعا واهلي واصدقائنا وان شاء الله خير وسلامه. من تحبي تعايد؟ والله نعايد الشعب العراقي وان شاء الله يعم الامن والسلام على هذا الوطن، ونعيش حياة شوية الظاهر الحياة اللي موجودة بالدول العربية على الأقل. نريد تفتح للشباب شوية، نريد فد برامج ثقافية تفتحون بهذا الشباب. رحم الله والدك. مشاهدين الكرام، ننتقل وياكم إلى الفقرة الرابعة من برنامج يرهم كلش، وهي فقرة دفاتر عتيقة. ابقوا وياي. مشاهدين الكرام، بعدنا مستمرين وياكم اكيد. خلينا نشوف هنا العوائل او الشباب اللي راح يفوزون ويانا. تعال علاوي، تعال. السلام عليكم، شلون الصحه؟ تعال، كل عام انت بخير. وانت بخير. صحة وعافية. الله يخليك. عام انت بخير. انت بخير. ترى لي على الكاميرا، وين الكاميرا؟ تعال صفى امي. تعال، عندنا سؤال. الفقره اسمها دفاتر عتيقه. تمام. ما معنى كلمة شبارتا؟ شنو؟ شبارتا. شبارتا؟ بيه خيارات؟ لا. شبارتا يعني شقد باتو؟ شبارتا، شابرتا. ما أعرفه. لا. ليش؟ ما أعرف. هذا الإنسان. ديناصور. أسد. حيوان؟ لا لا لا. ها يعني شيء قديم يعني. لا لا. والله ما اعرف، بس بالفيلم يقولوها. بعد كاميرا شنو هو؟ بالفيلم يقولوها. بالفيلم يقولوها؟ ايه. هو صحيح بالفيلم يقولوها، شو يقولون؟ بس سبارتا ويجمع ورشه. ايه ايه ايه. بعض الحركات علاوي. ها. ما تعرف؟ لا. اوكي، شكرا جزيلا. حياكم الله، مشكورين. تعالوا هنا خلينا نشوف نحي اليوم راح يفوز ويانا برنامج يرهم كلش. السلام عليكم، شلون الصحة؟ شو أخباركم؟ تعالي تعالي هنا، تعالي. ها مصورين؟ تعالوا براحتك. وين عائلتك؟ تعال، وينهم؟ تعال أنت، تعال. شلونك؟ الحمد لله. وأنت بألف صحة وعافية. تسلم لي. هم راحوا بس هم خسروا هدية، وانا راح افوزك بهاي الهديه. ايه. واذا جت هالعائله شاركت وياك، ليش ينهزمون؟ واحد يشارك وياي شو؟ مش ينهزمون؟ والله ما ادري. تعال. ماشي، عوفهم. ما معنى كلمة أربوشيا؟ أربوشيا؟
قلت له خل اصيح الوالده وياي هي تعرفه. شو الوالده؟ تعال تعال جيب الحجيه وتعال حبيب قلبي. هاي انتاجات راقيه فضائيين ديناصورات. ها ودي يقول لي انت بنية ولا ما افتهمت شنو. ها على الله على الله ولد. ها ما على ما يقبل هسه ما تعرف. لا شكرا جزيلا حبيب قلبي. حياك الله تعال علاوي انا جيت يمهم. صدق انت داخل مكياج اليوم افوز ايش مكياج كل عام انت بخير وانت بعرف صح شلون الحمد لله تمام. ما معنى كلمه شابرتا؟ شابرتا هاي بيا لغه. هاي بيا لغه. هاي بيا لغه. لغه هي كلمه اشوريه قديمه وتعني ما اعرف بعد خيارات مساعده فيه شنو كل شيء وتعني باعي شوفي اموت اكتب جمر جمر كلمه اشوريه قديمه وتعني كلمه اشوريه قديمه وتعني ما جمر حلو حلو جمال. حلو يعني شو يصحون جميل جميل هو جرب كلمه من عندك واذا اقول لك جميل وهاي هديه تفضلي وهاي الهدية حياك الله حياك الله مشاهدين الكرام بعدنا مستمرين وياكم تعال تعال علاوي تعالوا شباب تعالوا السلام عليكم شلون الصحة شخبارك كل عام انت بخير بخير صحة وعافية جميع شو ضايج لا ما لا لا ضايج ضايج لا لا ضايج ما ضايج ها هسه بس اردفتهم الموضوع ألمه ها ودي علاوي علاوي شو تطو تطو علاج علاوي والله صل على محمد الله يعطيك صحه وعافيه ان شاء الله شكرا اجمعين المن تحب تعايد معاي ثابت العراقيين ايه مناسبة العيد السعيد ان شاء الله والاهل كل عام انت بالف خير وانت بخير حياك الله حياك الله مشكور تعالوا شباب السلام عليكم شلون الصحه لا حفظك بهديه مكياج هنا دي يطلع قبل مو وتيه الموضوع ف كل عام انت بخير وانت بالي بخير شلون صح الله يخليك تعال هنا امي تعال باعي هذا فزتي وجاوبتي تشوفين الهدايا شنو هي ايش يعني ها اعطيها بي فاين لو اعطيها مكياج بي فاين تعالي ماشي السؤال هو ما معنى كلمه شبارتا ما اعرف شنو ما اعرف تعرفين؟ ما اعرف ايش شوي ترى مش عصبية تعالي هنا تعالي من هنا تعالي ما تعرفين؟ لا ابد؟ ابد ماشي ما معنى كلمة اربوتشية؟ ما معنى كلمة اربوتشية؟ ما اعرف دقيقة وانتقل ما اعرف ابد؟ ابد والله شو تقول؟ نطش جملة هذا قلتيها سبع مرات على السرعة تفوزين يلا انا زينه بس يلا قولي فراش نفيس نشر فراش شيبرز فراش فراش زينه فراش نفيس نشر ابني ما اعرف والله فراش نفيس نشر ما اقدر قوليها ثلاث مرات فراش نفيس نشر فراش نفيس نشر فراش نسيف حياك الله هلا فيك انا مسلم مشكوره مشكوره زين شنو نسولف وياكم وانتم ممنوع عليكم؟ ها انت هنا اي كل عام انت بخير؟ صيانه وانت بخير شلون صح؟ اهلا وسهلا مرحبا تعال امي كل عام انت بخير؟ انت بخير صحة وعافية انت تحب تعايد؟ والله احب اعايد الشعب العراقي وجميع الاصدقاء تحب تعايد؟ والله اهم شيء اول شيء نعايد احنا قوات المسلحه ونهنئهم بنصرهم اللي حققوه بتل عفار حره واهلنا من الموصل ان شاء الله يا رب العراق كلته يتحرر ويتوحد ونعايد الشعب العراقي بشكل عام كليته وندعوهم لزيارتنا هنا بمول بابلون يشوفون الاجواء مختلفه عن كل المولات الموجوده عندنا شباب اثنيناتهم
هذا عمره 11 سنه وذاك 13 سنه، يا لعبه تلعبوهم. كل الالعاب موجوده هنا لكل الاعمار، للشباب للكبار للصغار، موجوده كل الاعمار. لعبوهم يعني يلعبون عادي؟ عادي. ماشي. ماشي. ماشي، نسألكم سؤال ولا جاوبت عليه انطيكم، ما جاوبتوا ننتقل. ما معنى كلمة شبارتا؟ شبارتا؟ اي سبارتا. ها؟ سبارتا. سبارتا؟ عطني شغل جواب مو؟ اي عادي نكمل. شكرا جزيلا. اصل حبيبي. هي معنى كلمة آشورية قديمة. اه يعني عراقي مواشر. شكرا جزيلا. الله يسلمك. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام ننتقل وياكم الى الفقره الاخيره من برنامج جرهم كلش، وهي فقره انجح واربح. ابقوا وياي. مشاهدينا الكرام هسه عندنا الفقره انجح واربح. بنات اثنين راح يلعبون هاي اللعبه، اللي تفوز بثلاث نقاط لو خمسه. خمس نقاط راح تاخذ هي الهديه. ورا راح نشوف شباب اثنين او شاب وبنت راح يشاركون ويانا. يعني. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. شو مبارك؟ مبارك. شلون؟ والله بخير الحمد لله. صباعية بهاللعبة؟ اي اكيد. صباعية؟ يعني. تحدي؟ ان شاء الله. تحدي؟ اي اتحدى. يلا. نبدي؟ يلا. واحد. واحد. يلا. بسرعة. ايه حماس. طبعا مشاهدينا الكرام هي هاي الاجواء بيحلوا عيد الاضحى المبارك، نشوف ان اليوم الكل متونسين، العوائل طالعه، وهنا عندنا هنا فقره انجح واربح. زين ها شنو؟ شنو أربعة ثلاثة؟ حيخلص الوقت. 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 بسرعة. ثلاثة اثنين. ثلاثة كل، من راح يفوز؟ من اعرف؟ جزاءات تصير. اي يلا بسرعة. ها؟ راح تفوزين ولا انت؟ اكيد. راح تفوزين ولا انت؟ اكيد. اكيد؟ اكيد. طبعا مشاهدينا الكرام اللي فازت ويانا شو اسمك؟ كفاح. 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 وهاي الهدية تفضلي. وهاي الهدية كاثرس تفضلي. تستاهلي. مش حبيت طبعا عايد العراقيين واهلي خصوصا وخطيبي. لا تخافين نعطيك هدية. بي فاين. وهاي الهدية. وهذه مقدمة من كوزمتيك بي فاين، خصم 30 دولار، تمام؟ هاج. شلون هالاجواء اليوم؟ حلوة؟ ودنا صورات. كلش حلو. صعدتي بهاي الدبابة؟ لا بعدني. ناوية صعدت؟ اي ناوية. جبت قاتلين؟ لازم لازم اقاتل. شكرا لكم، تحياتي لكم، يلا باي باي. يلا بسرعة بسرعة روحوا روحوا. يلا. السلام عليكم. لا لا. ليش؟ تعال. السلام عليكم. السلام عليكم. تعال. طبولي طبولي. تعال. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير. تعالوا لي. تعالوا لي بسرعة واحد بسرعة بسرعة. ركضوا 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 ركضوا. طبعا هسه تعال يمي. كل عام وانت بخير. تعال يمي. كل عام وانت بخير. تعال يمي. عندنا هدايا. اذا جاوبتوا على اسئله ما راح تفوزون، ما جاوبتوا راح تخسرون. ماشي؟ ماشي. تمام. باعوا. اللي عندنا هو اول شيء. نعم. اول شيء عندنا شعر واغنيه. ايش تختار؟ شعر ولا اغنيه؟ والله هو شعر مو قوي بالاغاني يعني تقريبا يعني تغني؟ لا ما عندي قابلية اغني. عندنا شعر واغنيه، غنين شعر.
لا صوتي مو حلو. لا ما عندي جراغة. راح اعطيكم جمله، راح اعطيكم جمله تقولوا لي اياها كل واحد منكم سبع مرات. أوكي. تمام. الجمله هي اول وحده، قل لي فراش نفيسه نشف. فراش نفيسه نشف، 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 فراش نفيسه نشف. فراش نفيسه نشف، فراش فراش نفيسه نشف، فراش نفيسه نشف، فراش 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 نفيسه نسيمه ما اقدر. فراش نفيسه نشف، فراش نفيسه ما اقدر. ايش قافله اليوم ما راح تجاوبي. ترى بس ركزي، ركزي فرزي بين فراش نفيسه نشف، يعني اوكي راد له بس يعني تركيز. انا قلتها بعد اقولها. العفو. حبيبي حبيبي مشكورين. العفو. هلا بك. حياكم الله. مشاهدينا الكرام، مثل ما تشوفون انه اليوم الاجواء كلش حلوه بعيد الاضحى المبارك، يعني هالايام هي دائما تكون ايام مباركه وحلوه، ايام مباركه وحلوه. يا رب ان شاء الله امن وامان واستقرار على كل العراقيين. شكرا لتعب وياي المصور والمخرج ايسر الصالح، واكيد مصور وهم مخرج. عمي انت هم صرت مخرج بعد مثل حاجه. علي ساجد زين، وهدانا مقدمه من كوزمتك بي فاين، وشركه من احد الشركات اليوم اللي رعتنا بهدايا حلوه، هي هدايا مكياج. شكرا لكل اللي تعبوا وياي، شكرا اللي نجحوا برنامج